شخصية البطل، شخصية المنتخبات الكبرى لم تظهر لدى مالي. هذه مشكلة المنتخب المالي منذ سنوات وسنوات يا ميدو. اليوم أي منتخب آخر عنده شوية خبرة يقدر يفوز على كوت ديفوار باثنين أو ثلاث أهداف مقابل صفر، خاصة بعد تسجيل المالي لهدف السبق. شاهدنا المنتخب الإيفواري خرج من أجل تعديل النتيجة، هذا أمر عادي، ولكن ترك الكثير من الفراغات خلفه لم يستغلها المنتخب المالي الذي لن يلوم أحد إلا نفسه. نعم، هذا الشيء يحسب المنتخب الإيفواري. سمعتكم في ثلاثة تحدثوا على المنتخب المالي. منتخب الإيفواري أعتقد بأنه استحق تأهل تاعه بجدارة واستحقاق. منتخب صمد ل 80 دقيقة ناقص لاعب، لعب من طرد كوسونو منذ دقيقة 43، الهدف الثاني اللي سجلوا كان في دقيقة 123 122 راح 123، تقريبا 80 دقيقة لعب بدون احتساب الأوقات بدل ضائع في الشوط الأول والشوط الثاني. صمد قدر يشد بدنيا رغم أنه خارج 120 دقيقة أمام المرشح الأول لتأهله اللي هو منتخب السنغال. بعدها شفنا حتى تغييرات المدرب، مدرب منتخب كوت ديفوار اللي كان بون سينغو، تغيير اضطراري، دخل في المحور ونحى لاعب نيكولا بيبي الجناح. لكن مباشرة في بداية الشوط الثاني شفناه ما كان خايف ربما من تعقد وضعيته أكثر مع طرد لاعب آخر. شفناه مباشرة في بين الشوطين كان نحى سيرج أوري ونحى قلب الهجوم كوناتي هكذا اللي كان عنده كارتون، عندهم بطاقتين صفراوين، أقحم بولي كظهير أيمن ودع سيباستيان هالر وحده كقلب هجوم، دافع ب4-4-1، الشيء اللي خلاه يسيطر أكثر الحضور البدني خاصة في وسط الميدان، وكذلك الحضور الفني بوجود سيكو فوفانا ووجود أيضا كيسي بالإضافة إلى سيري رقم 4 اللي كان غادر بعدها باش دخل أدينغرا معدل النتيجة. المنتخب الإيفواري عاد من بعيد، ما عنده روح يلعب بها، روح كما يقولوا احنا بالعامية ما عنده ما يخسر، عاد من الموت. وبعدها أقصى السنغال، اليوم أقصى المنتخب المالي، تقريبا أقوى مرشحين منذ انطلاق هذه الدورة. السنغال كانت أهلت بتسع نقاط ومالي أكثر من لعب جيدا منذ بداية هذه الدورة هو المنتخب المالي. في الجانب الآخر المنتخب المالي في إفريقيا، كنت قد تحدثت قبل مباراة المنتخب الوطني الأولى أمام أنغولا وقلت بأنه دورة مغلقة مثل هذه الفعالية والواقعية هي الأهم، ومن يريد العروض فليذهب إلى السيرك. أعتقد بأنه هذا الكلام كنت محق فيه، لأن أنا نشوف من جولة لأخرى في الدور الأول وفي مباراة لأخرى في الأدوار الإقصائية المنتخبات الواقعية هي اللي تمشي وتمر مقارنة بالمنتخبات اللي تلعب. نعم، يعني رأيتكم تمدحون كثيرا المنتخب الإيفواري، أنا شخصيا لا أتفق مع هذا الكلام. كوت ديفوار أنا شاهدته منتخب عادي جدا، ولو أنه الحظ يحالفه في كل مرة هذا منتخب كان مقصى بنسبة 99% وتأهل بعدما انتظر 4 أو 5 نتائج كانت في صالحه في الدور الأول. شاهدنا أمام منتخب السنغال لم يفعل أي شيء وعاد وعدل النتيجة في آخر أنفاس المباراة بركلة جزاء. اليوم أيضا لم أشاهده يفعل شيء الكثير أمام منتخب مالي، رغم أنه مالي ليس من عمالقة قارة إفريقيا، ومع ذلك تصرون على مدح الكوت ديفوار، لماذا؟ محمد لما تلعب في مباراة مثل هذه خاصة يعني ليليميناسيون ديركت هذه، هناك شيء نقوله عليه سلاح ذو حدين، أنك تلعب بعشرة لاعبين تقدر تكون، يقدر يكون شيء إيجابي بالنسبة لهذا المنتخب كما يقدر يكون سلبي. لما في يوم من الأيام شفنا الجزائر فالمنتخب المصري كان بعشرة لاعبين واستطاع أنه يسجل هو هدف السبق ثم عدل المنتخب الجزائري، يعني هنا وش تشوف؟ تشوف المنتخب المالي منتخب اللي يعني ضيع يعني شيء ما. لماذا محمد؟ لأن لما تكون ناقص لاعب هذا شيء يقدر يعطيك فرصة أنك من ناحية تكتيكية تقدر يعني تباغت الخصم لأنه راه ناقص لاعب. لكن وش نشوفه؟ نشوفه أن المنتخب الكوديفوار الإيفواري يعني في طريقة التغيير تاعه طريقة جد ذكية بالنسبة للمدرب، لأن في كرة قدم محمد هو في مباراة عامة عندك ثلاث خطوط، أنت تأمن الدفاع تاعك، تأمن الوسط الميدان، ثم في الهجوم تضع لاعب واحد لما يخرج لك، نتكلموا لما يخرج لك ظاهر أيمن أو كما المنتخب الإيفواري على ما أظن خرج له لاعب من المحور، لما يخرج لك لاعب من المحور راك حتدخل لاعب محوري تنقص واحد من الهجوم، تولي تلعب كنت تلعب 4-4-2 تولي تلعب 4-4-1، ومن ثم راح يكون كلام آخر. لأن لما تكون دائما معروفة لما تكون
بنقص عددي راح تجري أكثر، راح يعني تغلق المساحات أكثر، راح تشكل عائق بالنسبة للمنتخب اللي راهو يعني مقابل عليك. هنا وش تشوف محمد؟ المنتخب المالي يعني طاح أمام قوة بدنية كبيرة لمنتخب الإيفواري. منتخب الإيفواري من ناحية البدنية ومن ناحية غلق المساحات ومن ناحية لوروبلي ديفونسيف الرجوع إلى الدفاع محمد في مستوى جد عالي، ومع هذا كمل يضغط في بعض الأحيان، ضغط حتى وين سجل هدفين، هذا شيء يحسب للمنتخب الإيفواري. حتى وين كما تكلمت منتخب المالي منتخب جيد، منتخب اللي يعرف كيف يمشي الكرة، يعرف كيف يكسر الخطوط، يعرف كيف يلعب عبر البينيات. هذه كرة حديثة وكرة في مستوى العالي، واليوم شفنا مباراة يعني جيدة. لما تخلص مباراة هنا تشوف باللي المنتخب المالي فعل كل شيء، وهذه هي كرة قدم لازم يكون رابح. وشفنا المنتخب الإيفواري لم يسرق يعني التأهل تاع محمد، لأنه ثابر وعمل وسجل هدفين في أوقات حساسة. ماذا فعل الكوت ديفوار للفوز بهذه المباراة؟ والله أول حاجة يعني شفنا الفريق ما حبش يحبس كما نقولوا بالعامية، وين لا دوبلي لي زيفور، باسكو كي تلعب اديس سي توجور ايتي تزيد الطاقه تاعك وتزيد توجور دير باللي الواحد هذاك اللي خص انا نرومبلاسيه، والاخر يقول انا نرومبلاسيه، حتى يشوف باللي كي تجمع المجموعه كاع تاع الكيلومتراج تلقى ليكيب تاع الكوت ديفوار جرات مكثر تاع المالي. اليوم شفنا يعني قلت لك انايا وجه مغاير محمد، يعني تبدلت كومبليتمون. ليس منتخب محظوظ كوت ديفوار؟ محظوظ كي مشى للدور. شوف بلال، في مباراة السنغال عدل النتيجة في آخر أنفاس المباراة، اليوم يعدل النتيجة أيضا في الدقيقة 90 ثم يفوز في الدقيقة 122. لا إنيكيب هذه إنيكيب كي باس با لي برا، إنيكيب كي باس با لي برا، إنيكيب اللي تامن بالقدرات تاعها، تامن باللي تقول لك دوك تو مومون نجم الماركي تو مومون نجم الماركي. وشفنا يعني ناس ماشي مقلقه، مام كي كانوا 1-0 ما كانوش مقلقين، يعني كانوا يمشيوا للامام، مام كي تروح لهم الكره يعاودوا يقولوا الخلف. اين كان مدرب مالي لما كانت النتيجه 1-0 مالي ب 11 لاعب وكوت ديفوار ب 10 لاعبين، وكوت ديفوار بدا يصعد ويخلي المساحات في الخلف؟ اين كان مدرب اليوم مالي؟ محمد قول لي اين هو المدرب؟ المدرب كان في دكه البدلاء، كان كان يشاهد في اللقاء، ولكن ابري المدرب هو اللي ما قتلش المباراه. ابري الماتش ما نقولش لا 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 محمد ما نقولش ما قتلش المباراه، المدرب ما قتلش المباراه، كانت عندهم باش يسجلوا الهدف الثاني ما سجلوش، هذه هي كره قدم. اليوم ما نقولش كي تخلص المقابله نهزم فريق المالي، نقول اليوم المدرب لو كان مشات المقابله 1-0 نقول هذا مدرب احسن، دار تغييرات، غلق المساحات، غلق كلش، ما نجموش الفريق الايفواري ما نجمش يعدل النتيجه. ولكن المدرب تاع الفريق كوت ديفوار عمل تغيير، والتغيير هو اللي كنت تلقى هدفين امام منتخب يلعب 10 لاعبين بلال. والله زوج كروا الزوج اللي دخلوا سواديا كيتي اللي مارك دوزيام بيت وسيمون اللي مارك البريمي بيت هما اللي دخلوا في دارهم في التغيير، يعني غير اللاعبين دخل غير سجل الهدف الاول الاخر عند النتيجه. كوتشينغ ناجح، نقول كوتشينغ ناجح. اليوم كان ينجم يغير يدير كاع التغييرات وما يسجلش اهداف.